محمد، آخر مقابلة عملتها معك يعني ضجت، والكل صار يحكيني ويقلي الخاتم معي. أنت اليوم ندمان على اللي حكيته؟ بالعكس، أول شيء بتشكرك إلك وتشكر الإذاعة اللي عملت ضجة بظرف 24 ساعة، اللي خلت هشام حداد يحطني على الـ LBC والام تي في بعد دقيقتين ترجع تطلعني، وعلى الانستغرام كله السوشيال ميديا عم يحكي عني. بالعكس شيء ايجابي كان مش سلبي، وتشكرهم كلهم لانه بظرف 24 ساعه الانستغرام تبعي عامل فيوز لدرجه مش طبيعيه. هلا طمنا، الخاتم بعده معك؟ اكيد وهي بعده. محمد اللي تابع المقابلة، في كتير أشخاص اعتبروا يمكن أنت ضربك الغرور زيادة عن اللزوم أو ما عم تعرف حالك شو عم تحكي. بالعكس ابدا، العالم فيها تفكر مثل ما هي بدها، وانا بعرف وجهه نظري، واللي علق كثير ما عندي شيء ضده، هذه حياته وفي علق. يعني انت اليوم بعدك مكفي وبعدك الملك الجمال، او تغيرت الامور من بعد تصريحاتك الاخيره؟ ابدا، بثقته لمستر نضال بعدني انا ملك جمال لبنان، وبعد 3 أشهر تيطلع ملك جديد، وبس يطلع ملك جديد بروح على الحفله وبتوجه ونقول له مبروك. انزعجت شيء بس اتهموك انه انت انسان يعني بتحكي بس ما بتكون متزن بالحكي، يمكن قالوا بعد بدك خبره بالحياه؟ هلا اذا هن قادرين يكونوا محلي يتشرف يكونوا محلي ويجي يحكوا محلي. هلا قل لي، ما ضليت انت شي يومين ثلاثه مزروب بالبيت لانه العالم انتقدت وهاجمت؟ بالعكس، ما برجع بقول لك بظرف 24 ساعه هاليومين او 48 ساعه عملت لي بوش مش طبيعيه، فالعالم كله صار تعرفني. وعلى طول بقول لك الشيء السلبي تاخذيه بطريقه بوزيتيف، فالعالم كله هلا اخذتني بطريقه سلبيه، بس اخذتها شيء بوزيتيف الي. وبالعكس اخذت منها درس او عبره؟ جربت تقرا الكومنتس اللي كانوا عم ينحطوا؟ بالعكس ما بيهمني الكومنتس تاعولهم، لانه هن لو قادرين يكونوا محلي بيجوا يكونوا محلي، بس ما قادرين. يعني انت بتعتقد اليوم الهجوم اللي تعرضت له كان لانه ما هن قادرين يكونوا اجمل شاب، اول اجمل شاب بلبنان؟ بالعكس، انا ما عم اقول لك يكونوا اجمل او مش اجمل، يمكن يكون في 100 واحد حلو، بس يكون عنده هالثقه يجي يوقف على الكاميرا ويجي يوقف بعد هالمقابله عملتها وبعد هالكومنتس اللي اجتني، ما بعتقد عنده حدا هالثقه. يعني في كثير اشخاص قالوا اكيد انت تدمرت نفسيا. بالعكس، برجع بقول لك علتني كثير، اعطتني بوش مش طبيعي بحياتي، بتشكرهم.